بسم الله، وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه بكمل معاكم شرح مناسك العمرة باختصار، أو شرح مناسك العمرة والحج. قلت وأنا في الطائرة لما الكابتن الطائرة هيقول نحن هنا بمحاذاة الميقات، هقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ومحلي حيث حبستني. يعني إيه؟ يعني لو منعني مانع من دخول مكة أقلع الإحرام والبس ملابس العادية، وليس علي شيء، ليس علي لا دم ولا هدي ولا أي شيء. طيب، لو أنا رايح المدينة الأول وجاي من المدينة على مكة، وأغلب حجاج مصر الحج السياح السريع بيعملوا كده، بيروح المدينة ويجي من المدينة على مكة، هتلبس الإحرام في الفندق وانت في القطار هتقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ومحلي حيث حبستني. وصلنا مكة بسلامة، أو اللي نزل المطار في جدة نزل وبعدين أخذ الأتوبيس ووصل إلى مكة، هتطلع الفندق اللي انت فيه الإقامة بتاعتك في مكة، هتضع الأغراض بتاعتك، لو ما صليتش هتصلي وتنزل للكعبة المشرفة. لو أول مرة تشوف الكعبة ادعي ربنا بما فتح عليك من دعاء، لأن الدعاء يستجاب عند النظر إلى الكعبة لأول مرة. تطلع تتوكل على الله على الكعبة المشرفة، تبدأ بالعمرة. إحنا أحرمنا، هتكشف كتفك اليمين لأن ده اسمه طواف القدوم أو الزيارة أو العمرة، اسمه للطباع، من سنن طواف القدوم للطباع. وإيه تاني؟ والرمل، الجري بسرعة شوية في الإيه؟ في الطواف. هتبدأ الطواف، هتبقى الحجر الأسعد والكعبة على شمالك، وهتطوف عكس عقارب الساعة، يبقى قلبك اللي جنب الإيه؟ لجنب الكعبة. 7 أشواط. وقلنا قبل كده لما تيجي ما بين الركن اليماني وباب الكعبة هتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وما تشغلش بالك بالكتب ودعاء الشوط الأول والتاني، وأنا قسمت لكم الأشواط 7 قبل كده، وقلت الشوط الأول استغفار، التاني ذكر، التالت فكر، الرابع الدعاء لك ولأولادك، الخامس الدعاء للأهل والأقارب، السادس الدعاء للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، السابع الدعاء بالقبول، تدعي ربنا يتقبل منك الإيه؟ الطواف والعمرة. خلصت الطواف هتصلي 2 ركعة خلف المقام، الركعة الأولى الفتحة والكافرون، والتانية الفتحة وقل هو الله أحد لقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن كل طواف له 2 ركعة. وقلنا الطواف أنواع 5: طواف القدوم أو العمرة، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف النذر، طواف التطوع. كل ما تطوف بالكعبة 7 أشواط تصلي 2 خلف المقام، وبعدين تشرب من ماء زمزم وتتضلع، تشرب وترتوي وتدعو الله بما شئت، ثم تتوجه إلى الصفا والمروة، تقف على جبل الصفا وتنظر للكعبة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، تقول كده أبدأ بما بدأ الله به، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وتبدأ في السعي من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط، هتلاقي في ميلين أخضرين ضوء أخضر تهرول بينهما، لأن ده فعل السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل. أفضل دعاء تقوله في الصفا والمروة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم واهد السبيل الأقوم إنك أنت الأعز الأكرم. ده أفضل دعاء تقوله. لما توصل المروة هتبص للكعبة تبقى على يمينك وتدعي، لما توصل الصفا هتبص للكعبة تبقى على شمالك وتدعي، ما تقولش إن الصفا والمروة إلا في الشوط الأول بس.